فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد عندي محل ولكن البيع فيه ضئيل، فأقوم يوجد عندي محل ولكن البيع فيه ضئيل فأقوم بتخفيض الأسعار لأجل كسب الزبائن بسعر أقل من سعر السوق، فما حكم فعلي؟ لا، ما يجوز هذا، يضر بأصحاب السوق، يكسر أصحاب السوق. بيع مثل ما يبيع الناس، بيع بالسعر اللي يبيع به الناس، الردي ردي يباع بثمن ناقص، والجيد يباع بثمن مرتفع، والمتوسط بثمن متوسط. نعم.